نلوم على خط دفاع الاهلي، يعني شوف فريق المصورة تتبان، شوف كم لاعب من الاهلي حوالي 8.4، شوف لما يهاجموا الكرة الارتباك اللي عندهم، يعني رجعة الكرة قاعدة فيه، يعني شوف لاحظ الكرة بالراس، خروج طبعا لمحمد بيرا ما كان سليم، مفروض كان يقعد يراقب في الكرة ويتوقع الكرة، إنما إيش تسديد الكرة هي في الهواء، يعني شوف لاحظ استدعيات الكرة موجودة في الهواء، يعني مفروض لما يحس في التسديد يخرج، لكن هي كرة بتلتعب بالراس واضحة أمامها، مفروض الخطوتين اللي خدام الأمام هي اللي أربكاتها وجدت الكرة خلفها، وعلى الرغم من طولها ما شاء الله هو، لكن ما تمكنش من إبعاد الكرة من المرمى يعني.